استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا الشقيقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام. وتدخل هذه الزيارة في إطار الجهود المكثفة المتواصلة التي تبذلها الجزائر من أجل استئناف الحوار بين الأشقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، يكون قائما على احترام إرادة الشعب الشقيق وضمان وحدته الترابية وسيادته الوطنية بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية. هذا وقد شرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا في زيارة إلى الجزائر تدوم يوما واحدا، وكان في استقباله بمطار هوار بومدين الدولي الوزير الأول عبد العزيز جراد بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود. ساعتها